أكد رئيس الحكومة أنه بالموازاة مع تخفيف الحجر الصحي فقد تم الاستئناف التدريجي للأنشطة الاقتصادية بمختلف أنواعها سواء الخدماتية منها أو التجارية أو الصناعية مع مراعاة المعايير الصحية المعتمدة من قبل الجهات المختصة. وارتباطا بقرب العطلة الصيفية، حث العثماني في كلمة خلال اجتماع المجلس الحكومي اليوم الخميس بالرباط في بلاغ توصلت شوف تيفي بنسخة منها المواطنين على أهمية استثمار السياحة الداخلية من خلال اكتشاف بلدهم لإنعاش القطاع السياحي بمختلف أنشطتها، معلنا عن إصدار منشور يلزم جميع أعضاء الحكومة ومختلف المسؤولين بقضاء عطلهم داخل أرض الوطن، وهو القرار الذي سيظل ساري المفعول إلى نهاية سنة 2020 حتى لو فتحت حدود بلادنا. وأوضح رئيس الحكومة أنه سيتم حث الإدارات والمؤسسات العمومية وغيرها على تنظيم مختلف التظاهرات واللقاءات الرسمية والدورات التكوينية وغيرها من الأنشطة المبرمجة داخل المؤسسات السياحية الوطنية، والعمل على توزيع برامجها على مختلف جهات المملكة من أجل المساهمة الإيجابية في الاقتصاد الوطني وإيلاء الأفضلية الوطنية الاهتمام اللائق وفق المقتضيات القانونية الجاري بها العمل.